زياد أبو شعر يتحدى غيتمنوان مقابل 1000 درهم. نارين وشيرين في المول. شاهدوا المزيد من التفاصيل. قام زياد أبو شعر اليوم بتحدي غيتمنوان لإخراج حبة شوكولا مقابل 1000 درهم. أترككم على الستوريات. مطرح ما كنا كان في مثل طاولة في عليها حبات يلي هن حبات الشوكولا، ففي فتحة كتير صغيرة ممكن انك انت تمد اصباطك وتاخذوا حبه، فتحديته لغيس انه هو يطلع حبه واحده وياخذ 1000 درهم. المهم شوفوا الستوريات شوفوا شو صار. يا ابو الزوز يا كلب، شوف يا كلب يا سرماي. تعبتي عن امك. اوه آه والله وطلعتها. والله خسي انت تعلم علي يا كلب. انا بورجيك يا كلب، بورجيك يا حقير. الله حلف بالله، اقسم بالله احلف بالله، حياة الله مسجل فيديو مصوره. اوكي هلا اذا كان صادق لحط الفيديو بعد هاي الستوري. سكتت، شايفك سكتت. بس قد ايه ضليت؟ قد ما ضليت والله العظيم. هلا لحط لكم الوقت. المهم طلعتك. اوكي اوكي المهم طلعتك. اوكي كفو عليك، اذا طلعتها كفو عليك. والله كفو عليك. طلعتك. اوكي كفو. شايفين شايفين هذا الجنان، بس بس طلعها بس مشان ما اشتغل فيها. نشرت نارين وشيرين مجموعة من الستوريات كشفت من خلالهما على سبب غيابهما عن السوشيال ميديا وأيضا عن ذهابهما إلى المول. أترككم مع الستوريات. شيرين 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 اللي كنت عم حاول أقوله إنه هلا الساعة 5، نحن أنا ونارين رايحين على المول لأنه لازم نعمل كم شغلة، وكمان فقنا على الساعة 2، بس احنا نايمين من امبارحة الساعة 6. كم ساعة هي؟ 16 17 18. من الساعة 6 امبارحة لليوم ونحن هيك نايمين. فالمهم متنشطين اليوم بطريقة مو طبيعية. صرنا يومين نايمين. صرنا يومين. اوكي جايز، الساعة 5 العصر. 5 العصر صح؟ سيارة طلعية.